بحثت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل مع وفد من الولايات المتحدة الأمريكية يضم ممثلين عن وزارة العمل والتجارة، بحثت سبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجالات تطوير بيئة العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف. الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل استعرضت خلال اللقاء أبرز المبادرات والمشاريع والإجراءات التي اتخذتها المملكة والرامية إلى تعزيز سوق العمل، مؤكدة على مواصلة جهود ومساعي حكومة البحرين على تقييم كافة جوانب العمل والإجراءات المتبعة ورسم سياستها المعنية بتوفير الحماية ومكافحة جميع أشكال جريمة الإتجار بالأشخاص من خلال التطوير المستمر للأدوات التشريعية والإجرائية والإدارية، إلى جانب توفير بيئة عمل تتمتع بالمرونة والعدالة والاستمرارية تحافظ على حقوق أطراف العمل دون تمييز.